اهلا بيك كابتن هيثم، معاك من طه مباراه الاهلي والاتحاد في ذهاب دور المرتبط الرجال. يعني معانا كابتن احمد الجرحي بعد المباراه نتكلم اكثر في تفاصيل المباراه. كابتن احمد، يعني هارد لك النهارده، اعتقد يعني الفريق بنص سكواد وعملتوا مباراه اكثر من رائعه وكنتوا الافضل في اوقات كتير من المباراه، لكن اعتقد كان في قرارات كتيره في الملعب كان لها دور النهارده في النتيجه. بص، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. اول حاجه نعتذر لجمهور النادي الاهلي، كان نفسنا باي حد يلعب نفرحهم. احنا مش هنتكلم على كوره، احنا هنتكلم على المشهد من اوله. المشهد من اوله حضرتك ان احنا جينا النهائيات بدون، احنا عملنا مسحه كنادي اهلي، سيبنا عمرو الجندي، سيبنا فضيل، سيبنا ايهاب امين في البيت عندهم كورونا بدون اي اعراض، كان ممكن نلعبهم، لكن اخلاق النادي الاهلي ما خلتناش ان احنا نعمل كده. تمام، جينا وصلنا، طلبنا ان الناس كلها تعمل مسحه عشان خوفا على الناس كلها، مش يعني احنا خلاص اوريدي عملنا. امبارح اتخذ قرار بعمل مسحه. حضرتك تفتكر ان الفرقه عندها ماتش الساعه 8 بالليل، انا صحوني من الساعه 2 ونص قوم عشان تعمل مسحه انت والفرقه. تمام، لعبتي عامله مسحه الساعه 4 الفجر، مخلصين مساحات مخلصانه امبارح الساعه 4 الفجر. جينا النهارده هنلعب مش هنلعب؟ طب المساحات طلبنا قبل اول امبارح، طلبنا ان المباراه طالما هنعمل مسحه المباراه تتاجل يوم. ليه تتاجل يوم؟ انا معايا هنا 14 لعيب، طالما في مسحه معرض ان يطلع عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه، وطلع فعلا عندك دلوقتي اكتر من كده. تمام، ان انا ابعت اجيب حتى من الاولاد الناشئين، هضطر ان انا العب بالولاد الناشئين، ابعت اجيب من مصر. فقوبل الطلب بالرفض ان احنا ما نلعبش، ان احنا ما ينفعش ناجل يوم، برغم ان مباريات السيدات اتاجلت يوم. انا ما فهمتش ليه قوبل الطلب بالرفض. بدانا النهارده لغايه حضرتك اكتشفنا ان المحلل الفني بتاعنا عنده، من الناس اللي في المسحه، عنده كورونا، مفيش محاضره اتعملت. المحلل الفني ده هو اللي استخدم اللابتوب بتاعه بالاجهزه بتاعته بكل التحليل الفني، ما عرفناش نعمل محاضره لان ما تبلغناش من بدري، متبلغين الساعه ماتش الساعه 8 مين عنده كورونا مين مش عنده كورونا الساعه 6 قبل الماتش بساعتين، اللي هو انت عاجز عن اي تصرف. ونفوجئ بعد ماتش المرتبط بقى 7 أو 9 حالات كورونا بفريق نادي الاتحاد السكندري تحت 16 سنه، وكابتن عمرو بخير ربنا يشفي الجميع. طبعا كابتن عمرو ده كابتني، ربنا يشفيه ويشفي لعيبته، بس الاولاد لعبوا وهم عندهم كورونا. احنا ما عملناش كده بلعبتنا، احنا ما رضناش نجيب لعبتنا، لعبوا. ويا عالم يا عالم ايه اللي حصل لاولادنا احنا، يعني احنا يا عالم ايه اللي حصل لاولادنا احنا. بصراحه يعني مستهين من الوضع كله بصراحه اللي حصل في الفتره الاخيره دي. الوضع ما يرضيش اي حد. ده بقى يعني ده الجانب اللي بره، الجانب الفني. اما على الجانب الفني حضرتك شوف اعتراضات هنا اعتراضات هنا، ما بقولش ان الاهلي ما بيعترضش، الاهلي بيعترض والاتحاد بيعترض. الاعتراضات هنا وهنا كوبلت بايه؟ كابتن اشرف توفيق اتطرد. تمام، في كوره فاول لابو النصر ما اتصفرتش، لابو النصر اتردت علينا باربع شوطات واستحواذ، هي دي النقطه اللي قلبت الماتش. تمام، انك بتضرب المدير الفني، وبعد ما تضرب المدير الفني اربع رميات واستحواذ، خلاص قتلت الماتش، قتلت الماتش. واحنا مش في حمل لاي ضغوط تاني، يعني احنا اصلا اللي يعني اللي فينا وفي الفرقه مكفيها ان انت خمس لعيبه وانت كنت امين مع الناس. هل حضرتك تعلم ان جميع الفرق في مساحاتها كلها فيها كورونا؟ هل تعلم ان سبورتنج بنات مطلعين واحده من التسخين؟ هل تعلم ان جميع فرق المرتبط على مستوى مصر اللي موجوده معانا كلها عندها كورونا؟ هل النادي الاهلي هل المتضرر الوحيد في البطوله هو اللي امين مع نفسه وعمل مساحاته وقال يا جماعه انا عندي عمرو الجندي وهاب امين اتنين من احسن لعيبه في مصر ومعاهم عبد الفضيل، تمام، سنتر مهم جدا بالنسبه لنا، التلاته احنا كنا صرحه وقلنا ان الناس عندها كورونا؟ هل ده يعني ده جزاء يعني النادي الاهلي ان هو ما يقدرش، ان هو اخلاقه ما تسمحلوش ان هو يجيب الناس دي تلعب؟ احنا اللعيبه بتتكلم كل يوم عايزه تيجي تلعب، يا جماعه احنا ما عندناش حاجه، احنا ما فيش اعراض، عايزه تلعب. ده مش ممكن بصراحه، احنا يعني احنا في غايه الاستياء بصراحه، بس احنا كلنا ثقه ان احنا عندنا مجلس اداره ان يعني يقدر ان هو يجيب حقوق النادي الاهلي كامله. وبصراحه يعني انا يعني في كلام يعني انا مش عايز اقول كلام يعني كلام اكتر من كده هيطلع مني، الكلام لو طلع مني اكتر من كده يعني ممكن بقى ايه يتحاسب عليه، لان دايما لما احمد الجرحي بيتكلم عن النادي الاهلي وبيتكلم على حقوق النادي الاهلي دايما دي في ناس ايه مستنيه قوي ان احمد الجرحي هيقول ايه، طب نشوف النهارده هيقول ايه، طب عايزين نوقف اي حاجه يعني ما اعرفش. انا بالنسبه لي انا مش عارف، انا الناس متركزه معايا قوي ليه،
تمام. انا بحب النادي الاهلي وبغير على النادي الاهلي، وهنفضل طول عمرنا نموت نفسنا عشان النادي الاهلي. ولو بربع الفرقه النادي الاهلي النهارده ما بينسحبش، النادي الاهلي ما كانش ينفع فرقه الاتحاد يجي النهارده وما تلاقيش فرقه. احنا كان ممكن النادي الاهلي ياخد قرار مش هنلعب الماتش، بس احنا النادي الاهلي لو هنجيب فرقه 12 سنه وهنتغلب بيها هنلعب. كمان في الملعب يا كابتن، يعني يمكن السكواد ما كانش كامل، كابتن مود الجرح نزل تقريبا دقيقه والشد رجع له تاني في العضله، كمان احمد مهيب مش سليم 100%، برده كان بينزل على فترات. اعتقد حتى كمان يعني انتوا اعتقد انكم اضطريتوا تدخلوا لعيبه مصابه النهارده في السكواد علشان تقدروا تكملوا القائمه. الحقيقه هو مودي مش الشد رجع له، هو مودي حصل له مزق في مباراه الزمالك الاخيره، هو عنده مزق. احنا ما عندناش 12 لعيب، السكور شيت بتحط فيه 12، ما عندناش 12 لعيب، واللعيبه اللي في الملعب ماتت، ما عندناش تغييرات اصلا. يعني احنا مودي لعب بسبب ان هو يعني مفيش لعيبه، ما لحقناش نبعت نجيب. بلغنا الساعه 6 يا جماعه، محمد مصطفى، عمر طارق عندهم كورونا، مع الثلاثه في خمسه حضرتك، يعني ان نعمل ايه؟ طب دلوقتي احنا مودي خلاص، مودي ربط خد حقنا نزل، طبعا مزق، مفيش حد مستحيل يلعب على مزق، حاول يجي على نفسه ما قدرش. نفس الكلام احمد مهيب راجع من اصابه وبيتحامل على نفسه، ويعني حاول يعمل اللي عليه. انا عايز الناس بصراحه يعني تعذر اي لعيب النهارده غلط بصراحه يا جماعه، الناس شايله فوق طاقتها النهارده، الناس شايله فوق طاقتها فوق حملها. بنعتذر لكم وبنوعدكم ان شاء الله ان الفتره الجايه لما الفرقه النادي الاهلي تبقى كامله باذن الله، وهتعرفوا قد ايه النادي الاهلي عنده فرقه دلوقتي ليها قيمه، والناس كلها تعمل لها الف حساب باذن الله. كابتن اعتقد حتى والفرقه ناقصه النهارده، كنتوا اكثر من ند في المباراه وكنتوا مستعدين لفترات كبيره، وان شاء الله يبقى التوفيق، ولسه في مباراه مرتبط وكمان مباراه فريق اول ان شاء الله نعوض فيها باذن الله. والله حتى مع النقص انا مش هقدر، والنادي الاهلي عمره ما بيبص ان هو يبقى ند او ان هو يعمل ماتش كويس، النادي الاهلي متعود على مكسب. لا طبعا احنا حزنانين على الخساره، والحمد لله على كل شيء، يعني ربنا مش رايد، ربنا قدر لنا المرض في الناس اللي ربنا يشفيها ويشفي جميع اللعيبه، اهلي، اتحاد، زمالك، الجزيره، كل الناس، سموحه، سبورتنج، كل الفرق ربنا يشفيها. بس يا ريت يا جماعه احنا بالنادي ان احنا نبقى حياديين، ان احنا كلنا كاسره كره السله، اللي عنده حاجه لازم ان هو يحلل لفرقته، ولازم ان هو يبقى في امانه في اللعب، عشان دي ارواح ناس، محدش فينا مستعد يروح بيته يعدي اهله وعياله وابوه وامه ويعني والناس اللي بيحبها عشان خاطر باسكت او كوره او او او. فيعني مره ثانيه بتاسف للجمهور، وان شاء الله باذن الله هنعوضهم في المستقبل باذن الله. شكرا كابتن، بالتوفيق في اللي جاي.